السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة ايه يا بنتي النهارده؟ الحمد لله يا اخويا، الدكتور طمن. انا ما بكلمكيش انتي، انا بكلمها هي. شفت اخرتها يا اختي؟ او طلقك من اول ليلة وخلع. عارفة ليه؟ عشان بيقول انك سبب في النحس ده كله. ما ينفعش اللي بتقوله ده يا عجمي، البنت مستوية. هو انا اللي مش مستوي؟ ما انا مستوي وجايب اخري يا اختي بعد كل اللي عملته عشانها. انا عاوز انجدها، عاوز انجد بنتي. في ايه بينك وبينه؟ ها؟ هو ساحر لك ولا ايه؟ ما يصحش الكلام ده يتقال وهي في حالتها دي يا اخويا. استهدى بالله، استهدى بالله. ايه استهدى دي؟ انت شايفاني خلل ولا ايه؟ ما هو يا اما حصل بينهم حاجه يا اما الواد ده ساحر لها، ولو ساحر لها يبقى لازم اجيب شيخ بقى عشان يحل الازمه اللي احنا فيها دي. صل على النبي يا اخويا، تعالى يا اخويا نتكلم كلمتين بره كده بالراحه. تعالى يا حبيبي تعالى. مالك ايه يعني الواد؟ هو في ايه في الواد ده؟ صل على النبي بقى، عايزك في كلمتين. يلا يلا. دي حاجه تحرق الدم. استنى عليا بس يا راجل. اللي انت قلته ده بجد يا عجمي؟ لا مش بجد، وما رضيش يطلق البيت، ورحت له لقيت ومسك في خناقي بس، ورحمه امه ما هعتقه، والبنت دي مش لازم تفضل على ذمته دقيقه واحده بعد كده. انت سامعه؟ انت خدت الاجهزه والعفش بصحيح؟ اه خدته. مش كفايه انه ما جابش شبكه؟ ولا هو دخلت البيت والخروج مع البنت ده يعني سبهلله كده ملوش نامه؟ يا راجل حرام عليك، الناس هتقول علينا ايه؟ هياكلوا وشنا. ملعون ابو الناس، ما الناس كده كده يا اختي هيتكلموا. اللي بيديني حاجه يمنعها، والبنت دي لازم تروح لشيخ علشان يفك العمل الاسود اللي هو عامله لها ده. جاتكوا 60 نيله. ربنا يهديك يا عجب.